كثير صبايا بيسألوني عن طريقة الميك اب اللي بعملها خاصة لعيوني اللي هي الكات اي الناعمة. بهيدا الفيديو حفرجيكم خطوة بخطوة كيف بعمل ميك اب لعيون بطريقة سريعة مهضومة. حطيت البرايمر المفضل عندي بور مينيمايزر من بنفيت، كمان هيدا الفاونديشن افالبل من لوريال، والكونسيلر والباودر كمان افالبل من لوريال. وهلا صار دور العيون. اول خطوة بترفع العين بحط كونسيلر فاتح هون، وهلا صار دور الاي شادو من كيكو. اول شيء بحط اللون الفاتح تحت العين، كمان على كامل العين، برجع بجيب هيدا اللون وبطبقه هون. رح اقلكم كيف دايما الطريقه لفوق، نرجع بندمج الدمج الفينال وبطبق هيدا اللون وهيدا اللون من تحت وبرفع فيون العين. هلا صار دور الكحلي من عند بوبي براون، بحطه على كامل العين من تحت ومن فوق. بقلكن انه الكحلي بيصغر العين وبيبقى كتير غلط، وهلا بتشوفوا ليه، وبطلع شوي لفوق. ومن بعد الكحلة بحط هذا الايلاينر المفضل عندي من بنفيت، هلا بتشوفوا كيف كثير هينه. بنوصل خط التحتاني بالفوقاني، شوفوا كيف قد ايه الطريقه هينه. اذا ما بدكم تحطوا رموش نصيحه مني، استعملوا 2 ماسكارا ورا بعض. انا حاستعمل 2 ماسكارا، البارادايز من لوريال وكمان الاير فوليوم من ميبيلين. بحطوا دايما ماسكارا على رموش السفلية. وهنا بتيجي 2 ماسكارا مع بعض تغنيكن عن رموش. اخر السب بدي اعملها هو لوريال انفاليبل فيكسينج ميست. وهيك بنكون خلصنا الميك اب السريع تبع الكات اي اللي بعمله دايما. ان شاء الله تكونوا حبيتوه. Don't forget to subscribe to Lulia channels.